حضراتكم مشاهدينا ويوم جديد من أيام أمم أفريقيا 2023 وكواليس تصحيح بعض الأخطاء في منتخبنا الوطني في ظل النتائج المفاجئة في المجموعة الثانية. والحقيقة إن إحنا عايزين نقول بس لحضراتكم إن كل الفرص لازالت سانحة في هذه المجموعة، يمكن بس بعض النتائج اللي احنا شفناها امبارح هي طبعا اللي خلت كده كل الناس او كل الجماهير في الشارع المصري عندها بعض القلق وبعض المخاوف، ولكن كلها هذه اجتهادات، ولكن لسه البطولة في ارض الملعب ودي اول مباراة لمنتخبنا الوطني. طبعا التعادل مع موزمبيق وفوز كاب فيردي المفاجئ على غانا بهدف دون رد، ده خلى كده ان في حاله من القلق في الشارع المصري، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان لسه كل الفرص لازالت ممكنه ومنتخبنا الوطني قدها. ودايما خليني اقول لكم ان ضربه البدايه احنا دايما بتكون فيها كل المفاجآت، وانا شايفه ان هذا التعادل هيكون مبشر بالخير خلال الفتره اللي جايه، وخلال يعني هيكون في تصحيح للاوضاع بشكل كبير جدا خلال المباريات المتبقيه لمنتخبنا الوطني في دور المجموعات. التعادل كان إيجابي أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق في المباراة اللي جمعت كلا المنتخبين أمس الأحد، ودي كانت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 قيمت على ملعب فيليكس في أبيدجان. منتخبنا الوطني قدر أن هو يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من مصطفى محمد، وخليني أقول لحضراتكم أن دي كانت كده بارقة أمل قوية جدا أن هي بتوري هيبة منتخبنا الوطني في أول دقائق مشاركاته في البطولة. وزي ما بقول لحضراتكم إنها كانت في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، نجمنا الدولي محمد صلاح قدر إن هو يسجل الهدف الثاني في الدقيقة كانت الثانية من الوقت بدل من الضائع، ودي كانت عن طريق ركلة جزاء. بينما بقى حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بعد الفوز على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعت كلا المنتخبين أمس أيضا في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة. لكن بقول لحضراتكم إن قمة المجموعة الثانية لازالت بين أقدام الفراعنة، أنت عندك الفوز على غانا والرأس الأخضر هتبقى في صدارة المجموعة. خليني أقول لحضراتكم ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني: كاب فيردي ثلاث نقط، ومنتخب موزمبيق عنده نقطة واحدة، ومنتخب مصر نقطة، ومنتخب غانا لا يوجد عنده أي نقاط. مستر فيتوريا أو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الحقيقة أنه هو عنده كتير من الحلول، عنده كتير النهاردة من الجلسات اللي هيعقدها مع منتخبنا الوطني ومع اللاعبين طبعا لعلاج بعض الأزمات في الدفاع أو بعض الأخطاء الدفاعية. بيبحث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا عن حلول لعلاج بعض الأخطاء، وخليني أقول لحضراتكم إن الأخطاء اللي وقع فيها الفراعنة سهل جدا إن هي تتعالج، زي ما أقول لحضراتكم إنها كانت في ضربة البداية، وضربة البداية دي مش دايما بنعول عليها أمال كبير أو مش بتكون المؤشر الأساسي لمنتخبنا الوطني خلال مشواره في البطولة. هيئة منتخبنا الوطني بيؤدي أمام الفرق الكبيرة أفضل بكتير جدا من الفرق الأقل في المستوى، ولكن ممكن طبعا إن احنا نشوف مستر روي فيتوريا بيجري تغييرات خلال المباريات المتبقية في دور المجموعات، زي طبعا احنا ممكن نشوف مروان عطية في خط النص، وممكن نشوف أيضا ياسر إبراهيم بجوار محمد عبد المنعم، خاصة إن كلا الثنائي عندهم تفاهم وتجانس كبير جدا وسرعة وقوة في الأداء. لكن يمكن مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب موزمبيق أمس كانت فيها بارقة أمل، وخاصة عند نجمنا المصري محمد أو نجمنا الدولي محمد صلاح اللي قدر إن هو يسجل لمنتخب مصر في 4 نسخ متتالية في أمم أفريقيا، وبات النجم محمد صلاح أو نجم منتخبنا الوطني أول لاعب في تاريخ مصر يقدر إن هو يسجل في 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الأفريقية، وهي كانت نسخ 2017 و2019 و2021 وأخيرا 2023. وسجل صلاح في نسخة الجابون 2017 هدفين في شباك غانا وبوركينا فاسو، هدفين مثلهما في نسخة 2019 والتي احتضنتها مصر، وبعد كده في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا كانوا هدفين طبعا في بطولة 2021 بالكاميرون، ودي كانت في شباك غينيا بيساو والمغرب، ده قبل التسجيل في شباك موزمبيق بالنسخة الحالية.
خليني بقى اقول لحضراتكم ان النهارده هتنطلق منافسات قويه جدا في المجموعه الثالثه في كاس افريقيا اليوم الاثنين. حضراتكم طبعا عارفين البطوله هتستمر حتى يوم 11 فبراير. هيلتقي منتخب الكاميرون مع غينيا، والسنغال حامل اللقب هيلتقي نظيره جامبيا. حضراتكم عارفين ان بتضم المجموعه الثالثه في كاس افريقيا منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا. هيستضيف ملعب تشارلز كونان مباريات المجموعة الثالثة في البطولة، واللي بيتسع إلى 20,000 متفرج. هيلتقي منتخب السنغال مع جامبيا في الرابعة عصرا، وهيصطدم أسود منتخب الكاميرون بنظيره منتخب غينيا في السابعة مساء. ودي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية. والنهاردة كمان هنشوف مواجهة قوية جدا لمنتخب الجزائر مع أنجولا، ولكن دي في المجموعة الرابعة، والمباراة هتقام في تمام العاشرة مساء. بيتسلح منتخب الجزائر بعدد من الأسماء القوية، وعلى رأسهم طبعا النجم رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري. أكيد كل التوفيق والأمنيات لمنتخب الجزائر العربي الشقيق في أول انطلاقاته النهاردة في البطولة، وأكيد إحنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، ويقدر إن هو يصحح بعض الأخطاء اللي ظهرت في منتخب موزمبيق. وزي ما بقول لحضراتكم إن لسه كل الأماني ممكنة، ومنتخبنا الوطني قادر على تخطي مواجهة غانا ايضا كاب فيردي، وان هو يقدر يحتل صداره المجموعه الثانيه. ودي كانت تغطيه خاصه من داخل صاله التحرير اليوم السابع. انتظرونا ومزيد من تغطيات اخرى على مدار اليوم، وشكرا لحضراتكم.